هاد القصة وقعت في مدينة أكادير، في حي من الأحياء ديال هاد المدينة. واحد الجمعية كتبني واحد المسجد، مسجد كتبنيه من الأموال ديال المحسنين، فهي اللي مكلفة بالسهر على بناء هاد المسجد، وكيشرف عليها واحد السيد هو رئيس هاد الجمعية وخدامين. جا شي محسن عاون بشي حاجة مرحبا، ما عاون شي ما كاين مشكل، راه الناس كتضحي وكتبني هاد المسجد في سبيل الله. في يوم من الأيام وقف واحد السيد على رئيس الجمعية، السلام عليكم. وعليكم السلام، شريفو انتوما اللي مسؤولين على البناء ديال هاد الجامع؟ قال لي نعم سيدي، انا اللي مسؤول، انا الرئيس ديال الجمعية. سيدي انا بغيت نساهم، عطانا الله من وسخ الدنيا وما كاينلاش الانسان يبقى كيخسر في الفلوس في الخوا الخاوي، بغينا نديرو شي حاجه نلقاوها في الاخره. انا سيدي بغيت نساهم معكم في البني ديال هاد الجامع. لا سيدي مرحبا، اجرك الله سبحانه وتعالى. جبد 4 مليون ديال السنتيم، 40,000 درهم، ونزلها الرئيس الجمعية فوق الطابله. قال سيدي هذه المساهمه ديالي. لو يا سيدي نقيدوا الاسم ديالك باش نعطيك الوصل ديالك، حنا عندنا كلشي في الشفافيه، داكشي باين واضح، خذ التوصيل ديالك باللي عطيتينا 4 المليون. لو شوف يا سيدي، انا ما باغي حتى شي واحد يعرف سميتي، ما باغي حتى شي واحد يعرفني شكون انا، انا هادشي كنديرو لوجه الله، ما باغي اشهار، ما باغي هضره خاويه. ها 4 المليون تقليد عليك، وضفها في البني ديال هاد الجامع، انا كنعطيها لوجه الله، الله يهنيكم. نعم سيدي، وخرج ومشى في حالاته. رئيس الجمعيه قبل 4 ديال المليون وقال سبحان الله، باقي الدنيا بخير، باقين ولاد الناس، باقين الناس المزيانين. ايوا مشات ايام وجات ايام، وجا هذاك المحسن الغير المعروف بالاسم ولكن اللي اصبح معروف بالشكل عند رئيس الجمعيه، جا عنده هذه المره ولكن بصفه جديده. قال والله يكثر خيرك، لما شكون اللي مكلف بالنقش؟ لان هذا النقش اللي كديروا في هذا الجامع، هذا الشيء راه روعه، شكون مكلف شي واحد؟ قال لي يا سيدي عندنا مقاول هو اللي مكلف بهذا الشيء ديال النقش ديال القبص، وعنده الخدامه ديالو المعلمين اللي كيخدموا. يا سيدي الله يكثر خيرك، لاقيني معاه. اييه مرحبا، هو نيت هنا فلان. فلان اجي تكلم. جا فلان تكلم، جلس معاه المحسن. قال لي يا سيدي الله يخليك، انا راني في الامارات العربيه المتحده، وتما كاين واحد أمير من الأمارة بغي يبني واحد القصر على الطراز المغربي، ومحتاج نقاشة مهارة، خصو معلمين ديال بصح. خلينا الله يكثر خيرك من هذوك الخرمازة، تشوف لي شي معلمين مزيانين اللي باغين يمشيو. حنا كنديرو الحسنة في سبيل الله، ما كاين مشكل، نعاونو حتى هاد الناس يمشيو يجيبو خبيز الحلال لوليداتهم. لا سيدي مرحبا، كاينين الناس اللي شحال محتاج؟ لو دي محتاجين تقريبا واحد 20 معلم، ولكن خص يكونوا معلمين، راه الا ما كانوش معلمين ما راه ما يمشيو شي. واخا سيدي نجيبو لك 20 معلم، ما كاين حتى مشكل، نهار اش رجع عندك؟ نهار فلان فلاني، سلامات الساعه. ايوا جا الموعد ورجع المحسن، وطبعا شاعت ما بين المعلمين والمقاول ديال القبص انه هذاك هو اللي جا عطى 4 ديال المليون احسان وصدقه باش يتبنى هذاك المسجد. فلان راجل مزيان، واجا ديك النهار 4 المليون صاحبي حطها للرئيس الجمعيه، ولو تسميته ما بغاش تعرف الناس اللي كيخدموا في سبيل الله. جا السيد، السلام عليكم. وعليكم السلام، جمعت لي 20 ديال الناس، هي موجودين فينا هما؟ ها هما لاكارت ناسيونال ديالكم، الله يكثر خيركم، ولكن اللي ماشي معلم غير بلا ما يصدعنا، راه ما يمكن له غيمشي، راه ما غيمشي شيء. عطاو الناس بطائق ديال التعريف الوطنيه ديالهم، سجلوا، جاتهم وثائق اللي قيدوا فيها السميات ديالهم والمدينه اللي غيمشيو ليها الاماره في الامارات العربيه المتحده، وتقريبا المبلغ المالي اللي غادي يتقاضاو على العمل ديالهم، وشحال من ساعه غادي يخدموا في النهار، وكل التفاصيل. بقى الان كيخص المصاريف ديال السفر والتاشيره وما الى ذلك، حددها المحسن في 10,000 درهم لكل واحد، مليون لواحد. ايوا كاين اللي مشى باع الموتور، كاين اللي مشى تسلف، كاين اللي مشى لا مخبي شي حاجه جبدها، كل واحد كيفاش تقاتل حتى وجد هذاك المليون ديال السنتيم. ونهار الموعد عاود المضروب، كل واحد جاب المليون ديالو ونزلوه للمحسن اللي جمع 20 مليون. 20 مليون غادي يمشي يعمل الاجراءات الاداريه، وجدوا راسكم الله يخليكم، نهار الفلان فلاني غادي تسافروا، ودعوا وليداتكم اللي غادي يقضي شي غرض يقضي، لانه هذا الشيء راه ما كيتحمل شي تاخير. الامير اللي في الامارات العربيه المتحده عاملين معاه التاريخ فلان فلاني، خص يبدا العمل في القصر ديالو، هادو راه ما كيبغيو تفليه. ومشى المحسن، وبقات الاحلام عند الشباب. في نظركم غادي يرجع؟ طبعا ما رجع شي، خلى الناس كتحلم، كل واحد كيحلم باللي غادي يمشي للامارات وغادي يخدم في القصر الاول، ويمكن يعجبهم ويدوز للقصر الثاني ويدير الفلوس ويدير بخير ويرجع لبلاده، ولا يمكن يبقى يجير في زيارات صيفية، ولكن غادي يستقر في الإمارات باش يخدم حرفته في يده.
تسناو النهار الاول، الاسبوع الاول، الشهر الاول، ما جا شي المحسن المزعوم، وعرفوا باللي ربح 16 مليون من 20 مليون من بعد ما استثمر ربعه ديال المليون. بقى الرئيس ديال الجمعيه هو اللي مسكين في وضعيه لا يحسد عليها، باعتبار انه شجع هذوك العمال وهذوك الحرفيين انهم يثقوا في هذاك المحسن اللي بربعه المليون جمع 20 مليون. اذا ما تثقوا شيء وحضيوا راسكم.